سلامكم الله. يقول في سؤاله الثاني: ما أحكام وفوائد هذه الآية الكريمة: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا؟ هل يلزم الرجل أن يعطي من ماله شيئا لابن ابنه الميت لفحوى هذه الآية؟ فإن ولده الميت نفعه في جمع ماله. أرجو الإفادة، فإني قد سمعت بعض طلبة العلم يقول ذلك. المواريث توقيفية، تنفذ كما شرعها الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه قد أعطى كل ذي حق حقه، فتنفذ المواريث كما جاءت في الكتاب والسنة، ويعطى كل نصيبه. وإنما المراد بقوله لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا الرد على أهل الجاهلية الذين لا يورثون المرأة ولا يورثون الطفل الصغير، ويقولون إن هؤلاء لا ينفعون ولا يركبون الخيل ولا يدفعون عن الذمار والقبيلة فلا يورثونهم. الله جل وعلا أبطل هذا وشرع المواريث للذكور والإناث والصغار والكبار، آباؤكم وأبناؤكم. نعم.